السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا. يا جماعة الخير، المهتم بالدبلجة، المهتم بما شاء الله تبارك الله اللي يعني الأصوات الكرتونية اللي هي طبعا بعيدة عن الموسيقى وبعيدة عن الأشياء هذه كلها، فبنزل لكم حساب أو مقطع في نماذج مرة كثيرة لدبلجة لأفلام كرتون أشياء زي كده، بس إنها بدون موسيقى يعني. وحيكون في هذا المقطع في حساب للشخص اللي المهتم، يعني للشخص اللي قاعد ما شاء الله تبارك الله يشتغل على هذا الشيء، فبنزله لكم. واي احد يحتاج مثل هذه الاشياء يدخل على الحساب، الحساب بيكون موجود في نفس المقطع، يدخل ويتواصل معهم وباذن الله ما بيقصروا معه. ترى مدارس، ممكن تعليق صوتي كموشن او اشياء متعلقه بالجرافيك والامور هذه، زي ما قلنا لكم المدارس، المقاطع اللي هي يكون فيها مثلا أشياء بيوصلوها للأطفال بطريقة كرتونية أو بأصوات مدبلجة أو أشياء زي كذا، فحتستفيدوا مرة منه. طبعا نزلت لكم المقطع وفيه الحساب، أي أحد يبغى الدبلاج أو يبغى موضوع أفلام الكرتون أو الأشياء اللي ذكرناها ممكن أنتوا كمان تشوفوها في المقطع، يتواصل مع الحساب اللي موجود في المقطع بإذن الله يخدموكم بشكل مرة احترافي.